مفهوم خطأ عند البنات ان الشاب البنت اللي بتضحك وبتهزر وبتلبس مقطع هي دي البنت السهلة واللي ممكن يبدأ ان هو يستغلها. لا، انا عايز اقولك في حلقة النهاردة خلي بالك عشان الموضوع ده مهم قوي، الموضوع ابعد من كده شوية، في عوامل تانية هي اللي ممكن تخليه فعلا يشوفك سهلة. وكلمة سهلة كلمة وحشة قوي لو اطلقناها عن اي بنت يعني، وتخليه ممكن بعد كده يسيبك ويروح لغيرك او يلعب بمشاعرك او يتسلى بيكي. في معانا بعض الصفات البسيطة في حلقة النهاردة، بص في نفسك وكوني صادقة، لو لقيت ان هم موجودين فيكي فحاولي فورا ان انت تتخلصي منهم، لانهم هيخلوا صورتك عند اي شاب انك بنت سهلة، سوري في اللفظ. وفي بعض البنات بناء على يعني الاستنتاج السابق ان هي فكرها لو هزرت ولبست وان كده هيقولوا عليها سهلة، فتبدأ يعني ان هي يعني تعمل كنترول كبير قوي على صداقتها وعلى كلامها وعلى حركاتها وعلى ضحكتها، فتخنق وتحجم نفسها وحياتها، فيبقى خانقة في البيت وخانقة بره البيت، يعني سواء في دراسة او في شغل او في رحلة تلاقي البنت مش بحريتها. لا، خليكي على طبيعتك وبحريتك وبرضه في المعقول، لان مش دي هي وجهة النظر ابدا. امال ايه يا عم محمد ابو زيد وجهة النظر؟ داخلين عليها دلوقتي، ولكن خلوني سريعا ارحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك عشان توصل حلقاتنا بعد كده لبقية اصدقائنا، وتعالوا بينا نبتدي. حاجة سريعة التعبير عن مشاعرها او في ابداء اعجابها، بس سريعة قوي. يعني في بعض البنات تحس ان هي لو شافت ولد واو وستايل وعاجبها بسرعة كده تحس في نظراتها ان هي هتاكله بعينيها، او ممكن اول ما يكلمها او يبقى في موقف بسيط بينهم تحس ان هي بتعبر له انا معجبة بيك، انا كان نفسي ان انا اتكلم معاك من زمان. ويمكن يكون لسه هما ما يعرفوش بعض بقالهم غير فترة قصيرة، سرعة كمان ممكن تفاجأ ان هي عارفاه ما بقالهاش يومين او اسبوع تقول له بحبك او معجبة بيك او هات رقم موبايلك او يقول لها هات رقم موبايلك فتوافق. دي اول علامة ومن اقوى العلامات اللي تخليه طبيعة الرجل والشاب ان هو يشوف البنت سهلة لما تعمل معاه حاجة زي كده. فدي اول نقطة. تاني نقطة اللي بتسمح بلمسها، في بعض البنات open mind يعني عندها موضوع اللمس ده عادي، فممكن تقعد جنبه وتبقى لازقة فيه، يتكلم يهزر معاها يلمس جسمها ويلمس ايديها وعادي، تقول لك ده في اطار الصداقة او الصحوبية او ايا كان. دي تاني اقوى علامة توضح ان انت سهلة قوي، ومن هنا يبدأ يفكر التفكير الشيطاني ان هو يلعب بيك او مش انت اللي تنفعيه او يومين ويشوف غيرك كده. واحنا بنتكلم يعني اقول لكم الموضوع ده مهم قوي قوي وهيصحح مفاهيم كتير او ممكن تكون مغلوطة عند كتير من البنات، يعني بتتصرف غلط وهي مش واخدة بالها، ما هي الحاجات الصغيرة دي اللي بتتحكم في شكلنا في النهاية قدام الاخرين، واللي ممكن خلي بالكم تتحكم في مصير فشل او نجاح او استقرار علاقتنا. عشان كده رجاء لو شايفينها حلقة مفيدة يا ريت تدوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا، العكس ديسلايك بس يا ريت تقولوا لي السبب. تالت علامة بعد كده ومهمة أوي، تحكي عن علاقتها السابقة بشكل مباشر او غير مباشر. ممكن ما كنتش انا مرتبط بالبنت دي، هو احنا اصدقاء او زمايل او بنقعد مع بعض او بنتكلم بهدف الشغل بهدف الدراسة، بتجمعنا مواقف، فممكن لو قربنا من بعض تبدأ تحكي كنت مرتبطة بفلان وطلع ندل ومش عارف فلان خني وفلان مش حلو اطلاقا. وانا قلتها في حلقات كتير قبل كده، اياكي انك تحكي عن ماضيكي سواء حلو او وحش، يعني رجاء خلي بالك من النقطة دي. هو على طول الشاب وبالذات في مجتمعاتنا العربية هيقول ان هي بتاعت علاقات وحب وارتباط وخروجات، هو على طول بقى وخياله هيبدأ يسرح وهيبص لك بصورة انت في غنى عنها. ما تحكيش لا كويس ولا وحش، ولا تحكي لا بالحلو ولا بالوحش لمصلحتك، بيخلي منظرك اشيك وافضل واحسن. وما تفتحيش ابدا الملف ده لاي سبب من الاسباب، وقلتها قبل كده، حتى لو حسيتي
انه بيلح عليك. عمر ما في شاب هيبقى فرحان وسعيد ومقتنع لو سأل اي بنت معجب بيها او بيتعامل معاها عن علاقتها وقالت له كان ليا، انما لو اجابت بالنفي او ما تكلمتش او ما ريحتوش، وده حلو قوي انك انت ما تريحهوش، في صدقيني هيكون مبسوط قوي وسعيد قوي، وهو ده طبيعة الرجل عامة. فخلي بالك من النقطة دي. النقطة اللي بعد كده ومهمة قوي، مختلفة شوية ولكن هي في نفس الإطار، يعني إنه يغلط في حقك وما تاخديش موقف. ومش معنى إن أنت تاخدي موقف إن أنا بقولك سيبيه أو بعيدة عنه، بس في مواقف لتأديب الطرف لما يكون شايف نفسه أو مغرور أو بيغلط كتير. وأنا عامل حلقات كتيرة قوي، هسيب لكم رابط الحلقة إزاي تاخدي موقف قوي وشيك وما يضيعش الطرف التاني منك، تعرفيه قيمتك من خلاله وتأدبيه بيه وتخليه كده يحط عقله في راسه ويفهم قيمة اللي بيتعامل معاها. للأسف في بعض البنات تحت ضغط مشاعر الحب أو بمسمى الحب تتنازل كتير قوي وينغلط في حقها وما تاخدش مواقف أبدا، وده طبعا بيخلي الشاب او الرجل مهشور. اصل احنا بصوا مش هنضحك على بعض، طب ما انا بغلط فيها وبترجع، ما انا بغلط فيها وعادي، ما انا بغلط في حقها ومش فارق، ايه المشكلة؟ طب ما هي سهلة، ما في منها كتير، حتى هو نفسه بيمل. تخيلوا، شوفوا لان الانسان بطبيعته متمرد، يعني شوفوا حتى ممكن انا كرجل اغلط ما بتاخدش مواقف، فبقت سوري في اللفظ ملطشة، بقت ملطشة بالنسبة لي. كل ما اكون متضايق قرفان ملان زهقان عندي وقت فراغ اقعد الطش فيها اغلط فيها واطلع نكدي. ليه؟ لان انا عارف ان في النهاية بعد ما اخرج كل اللي جوايا واعيش الدور اللي انا عايز اعيشه واعمل نفسي يعني راجل من وجهة نظري اللي اكيد غلط وما هي الصح، يعني بعد كده هترجع لي وهي اللي ممكن كمان تصالحني وهي اللي ممكن تجيب لي هدية، وبالعكس هتقعد تتحايل عليا شوية، طيب انت زعلت ليه؟ في بنات كده اقسم بالله، يبقى هو اللي غلطان وهي اللي تروح تصالحه. في بنات كده وقاعدة كبيرة قوي، انا يعني عندي عينات كتيرة قوي سواء على الانستجرام او الفيسبوك بتجيلي غلطان في حقي، بس بحب اشوف لي طريقة اصالحه بيها. يا بنت الناس تقول لي انا بكلمك عشان كده، انا بحبه هو الهوى وهو الدواء وهو وهو وهم نفسها طبعا. فخلي بالك من النقاط دي، هي دي اللي ممكن تخليكي بنت سهلة وتؤدي بعد كده ان انتي ما يبقاش ليكي قيمة ولا وزن مع الرجل او الشاب اللي انت مرتبطة بيه، بل تؤدي ان هو ممكن يتسلى بيكي ويلعب بعواطفك ويلعب بمشاعرك وينطلق ويبحث عن غيرك. صعبة شوية، تتعبه شوية، واغلب الرجال تفضل النوع ده من النساء اللي هو شوق ولا تدوق، وما تحبش الانثى المتاحة دايما في كل الاوقات وفي كل الأشياء نصيحة من ذهب لأي بنت. خلي بالك مهما اديتي في الحب والمشاعر لازم يكون في حساب وفي كنترول، وتعرفي امتى توقفي تعملي ستوب شوية، لأن الإنسان لو ما دقش الحرمان مش هيعرف معنى العطاء. وأنا هقفل حلقتي بالجملة المفيدة دي لأن أنا شايفها جملة معبرة قوي عن النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. الإنسان إن مدقش طعم الحرمان أو معنى الحرمان عمره ما هيعرف أبدا معنى أو طعم العطاء. نصيحة ذهبية لأي بنت بتشوفني في حلقة النهاردة، اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، انتم عيلتي وانا بكون سعيد جدا وانا بقرا تعليقاتكم، بقراها كلها وان كنت صراحة ما بقدرش ان انا ارد عليها اول باول يعني، ولكن كل التعليقات باختلافها واشكالها وانواعها انا بقراها بشكل كبير. عندنا لايف على الانستجرام والفيسبوك النهاردة الساعة 11 بتوقيت مصر، الروابط دي وكمان اللي عايز يتواصل معايا او يبعت لي كلها في وصف الفيديو، واول تعليق مع الحلقة اللي قلنا عليها ازاي تاخدي موقف، او كمان للرجال ياخدوا موقف قوي مع الطرف اللي بيكون انت مرتبط بيعرفوا امتى. كل الروابط دي في وصف الفيديو، واول تعليق وقناتنا التانية للفضفضة، قناة مهمة اوي فيها دروس مستفادة اوي، بدعوكم كمان ان انتوا تشتركوا فيها هتستفيدوا اوي، واحنا محتاجين
خبراتكم كمان إلى